طيب، لقاءات اجراها لنا زميلنا عمرو مختار عقب المؤتمر الصحفي، تعالوا نشوف مع حضرتكم. كابتن احمد الف مبروك، توليك هذه المهمه وشايف المهمه ازاي بالنسبه لك؟ الله يبارك فيك، الله يخليك. مهمه طبعا، مهمه صعبه ومسؤوليه كبيره، وزي ما الكابتن الف المؤتمر هو تكليف، وان شاء الله يعني نكون قد المسؤوليه باذن الله. وقت ضيق قوي، عندكم مباراتين مهمتين في وقت ضيق قوي، شايف الظروف هتبقى ازاي معاكم؟ يعني زي ما قلنا برضو، هو الوقت ضيق، بقى اقل من شهر على الماتشين الاولانيين، فان شاء الله هيبقى التعامل زي ما الكابتن قال، على يعني هيبقى الاختيارات اللعيبه الاجهز ان شاء الله للماتشين دول، وباذن الله يعني نعدي الماتشين دول بشكل كويس، ويبقى هناك يعني هتبقى في رؤيه تانية ان شاء الله. لما تم تكليف الكابتن انا حابب اشكره طبعا على الهوا من خلالك على ثقته الكبيره فيا، وان انا بقى متواجد معاه في منتخب مصر. اي حد يتمنى طبعا ان هو يعني يتولى مسؤوليه منتخب مصر، فهو جاء يعني هو الكابتن كلمني وقال لي، وطبعا حاجه كبيره بالنسبه لي وحابب اشكره عليها يعني، وربنا يوفقنا ان شاء الله الفتره الجايه. يعني نتمنى له التوفيق، مؤتمر ما قل ودل، اسئله كانت مهمه ان هي تتوضح للكابتن ايهاب، وكابتن ايهاب وضح بصوره واضحه جدا وفنيا عاليه جدا عشان الناس كلها لما يجي يعلن القايمه يبقى عارفين فكره راح فين، لان فعلا الوقت ضيق جدا. انا الاجنده 14 يوم من يوم 30/5 ل 14/6 عشان يتحدد ميعادين في منتهى الغرابه، طبعا كان مفاجاه للناس كلها، يوم 2 ويوم 6، في 9 ايام بعد كده في الاجنده موجوده، فما اعرفش الضغطه ديت ايه المبرر. الاتحاد الافريقي ما قالش ايه المبرر للضغطه ديت، انما الكابتن ايهاب طبعا هو مزنوق، ما عندوش الا يومين يجمع فيهم، فهي ديت المشكله اللي قابلت الكابتن ايهاب. فنتمنى له ان شاء الله التوفيق، عشان كده هو قال انه هياخد اللعيبه الجاهزه لما يجي يختار اللعيبه اللي رجليها في الملعب واللعيبه الجاهزه واللي هم راجعين من الاصابه، وهيكمل على الجهاز الفني السابق بالشكل. يعني الحمد لله كانت ردوده كلها يعني ريحت الناس كلها، ودليل ان هو راجل يعني مركز وجاي محضر. احنا كده كده عندنا الاجنده من 30 ل 14، يعني كده كده مش هنقدر نلعب اي دوري من 30 ل 14 في قبل نهائي ونهائي الرابطه، ده بيتلعب من غير اللعيبه الدوليين، وفي ثلاث مباريات بتوع الدور 32 بتوع كاس مصر اللي بيتلعبوا من غير الدوليين. ريال مدريد وليفربول هيبقى ماتش يوم 28 هيوافق مباراه للزمالك والاسماعيلي، هل هتم تاجيلها؟ هتتاخر شويه، تتقدم شويه؟ تاجيل لا، بس هنغير الميعاد ان شاء الله عشان الناس كلها تستمتع بالمباراه يعني ان شاء الله، لان طبعا الزمالك والاسماعيلي مباراه جماهيريه كبيره جدا، ومباراه اوروبا كل الناس عايزه تتفرج على النجم محمد صلاح وبيشجعوا وبيأيدوا، فمش هنحرم الناس ان هم يتفرجوا على المباراتين ان شاء الله. والله شايف دعم من كل اطراف المنظومه، سواء اتحاد، سواء يعني مجلس اداره الاتحاد، سواء الاعلاميين، كل من هو كان حاضر النهارده بيدي كل الدعم للكابتن ايهاب، وده النهارده راجل بيقود مسيره ان شاء الله تكون موفقه، بيقود منتخب مصر اللي احنا طمعانين في ان احنا نحقق ما لم نستطع تحقيقه، وان شاء الله يكون على ايده باذن الله. ولا الدعم له سبل كثيره، يعني النهارده مش دعم مادي بس، يعني احنا بنتكلم على دعم توفير امكانيات، توفير مباريات وديه، امكانيات معسكرات، وسائل الدعم كثير جدا، يعني برضو الدعم الاعلامي مهم جدا. عمر ما كان في كابتن حازم او كابتن بركات عدم قبول على كابتن ايهاب، لا، كان الاول من قبل ما يطرح كابتن ايهاب كان مدرب مصري او مدرب اجنبي، ما كانش الاختلاف على كابتن ايهاب ابدا يعني، وان وجودهم النهارده ده بيؤكد ان هم ما عندهمش اي اعتراض على كابتن ايهاب. الملف المدير الفني للاتحاد اسند اليوم هيكون اجنبي ولا مصري؟ لا لسه، ما احنا هم هيرشحوا واحنا هنقعد نتكلم بقى وننقي مع بعض، يعني هنا برضه هيبقى نفس القصه، هم من ناحيه فنيه ناس على اعلى مستوى في الكفاءه في هذا المجال، واحنا من الناحيه الثانيه هنقعد ونتناقش ويبقى لينا برضه راينا.